الشباب مثلك ما حدا. دائرة الدراما الإذاعية تقدم القناع المزين. من استخدام السجائر الإلكترونية محذرة من خطرها على الصحة المخرج المنفذ أحمد عنتر. الإخراج فراس عباس. الأحداث هذه التنسيق بروح رياضية روح رياضية الدورة ربع النهائي في منافسات تنس الطاولة في دورة الألعاب الأولمبية. العاصمة أوساكا تودع منافسات التنس في الأولمبياد. والحصيلة التونسية اليوم في الأولمبياد خالية من أي تتويج. ونتابع في هذه الحلقة آخر استعدادات منتخبي مصر والسعودية قبل مواجهة استراليا والبرازيل غدا. نحن عندنا مباراة مصرية أخرى لمنتخب مصر، نتمنى إن شاء الله بإذن الله إن هم يفرحوا مصر كلها إن شاء الله. كل هذا والمزيد يأتيكم بعد قليل.